اليوم الثاني في مصر، واليوم بعلمكم شلون تروحون من القاهرة لإسكندرية. أنا ومحمد راح نطلع من هني الحين ونروح محطة اسمها محطة رمسيس علشان نروح إسكندرية. وصلنا الحين محطة رمسيس وراح ناخذ القطار علشان نروح إسكندرية. لقينا قطار واحنا بالمترو مصر. الحق الطيب. محمد وصلنا لإسكندرية. هذا البحر وراي. طلعنا من القاهرة ركبنا ميكروباص وصلنا لهني خلال ساعتين. خذوا منا على النفر 80 جنيه مصري. يا إسكندرية يا جميلة يا مرية، وعد ومكتوب عليا ومسطر على اليمين، مسطر على شرب من الحب حبة، وانزل بحر المحبة، واسكن حضني بأحبة، والناس الطيبين، والناس الطيبين. الإسكندرية تعتبر العاصمة الثانية لمصر، وكانت قبل عاصمة مصر، وبناها الإسكندر الأكبر قبل 300 سنة قبل الميلاد. حياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا، في حواري اسكندرية وليالي المنشدين، واما التاريخ يوهج ويزاحم بالمناجم، يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين، يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين. بما ان احنا وصلنا ومو ماكلين شيء، راح نشوف لنا مكان نتغدى فيه صح؟ طبعا المكان دلوقتي جميل جدا، مدهش، هيعجبك اكله جدا. خلاص، من الاشياء اللي راح تلاحظونها هنا بالاسكندريه جمال المباني القديمه اللي موجوده فيها. المباني وايد حلوه. محمد منور. البان سويسرا. البان سويسرا من احلى المطاعم اللي ممكن تاكل فيها بالاسكندريه. بالظبط، انا اكل دلوقتي مستكمل الجبنه السايحه. حلو، هتاكل طبعا فراغ. انا دلوقتي بس شنو هالزحمه؟ زحمه زحمه المكان وايد جدا جدا. ده النهارده عايز اقول لك ان النهارده كده مش زحمه، يعني ده عادي، يعني ده كده عادي. انا عايزك توريهم بس الزحمه. يلا وصلنا الحين مدخل القلعة اللي تعتبر من أهم الأماكن اللي لازم تزورونها إذا وصلتوا الإسكندرية. أول ما تدخلون مدخل القلعة في هني سوق صغير يبيعون فيه تحف والأشياء اليدوية، راح تحصلونها على طول الطريق لغاية ما توصلون داخل القلعة. هذا السوق وراي، هذا هو موجود لغاية نهاية الشارع هناك.
تقدرون تدشون بكل الغرف اللي فيها. في بعض الغرف منها تطلع على البحر، شفت الفتحة هذه تطلع على البحر، المنظر فيها وايد حلو. لما سألنا قالوا لنا ان الغرف هذه كانوا يستخدمونها في مراقبة سفن الأعداء وبتخزين الأسلحة، يعني بعض الغرف كانوا يخزنون فيها أسلحة، والغرف الثانية كانت تطلع على البحر علشان يراقبون منها سفن الأعداء. إذا دخلنا هالغرفة راح نشوف الفتحة هذه تطلع على البحر علشان يراقبون منها أي عدو جاي لهم. شوفوا طلع البحر وتكشف المكان كله. حلوة الفكرة، ليش ما نحط ببيوتنا كذي؟ طبعا محمد جاي يصورني وما يدري إني أنا جاي أصوره. ها محمد. الأشياء اللي لازم تسويها إذا جيت الإسكندرية إنك تأكل في آيس كريم عزة. تاكل ايس كريم من عزة احلى شيء، اقوى شيء بالدنيا. اللي لاحظته بالاسكندريه ان للحين محافظه على الشكل القديم الحلو حق مصر، الشكل اللي كنا نشوفه بالافلام المصريه القديمه، افلام الابيض والاسود، من مباني وشوارع وايد اشياء راح تشوفونها راح تتذكرون مصر ايام قبل. أقدر أقوله أكثر من أن الإسكندرية من أجمل المدن اللي زرتها في حياتي. دخل علينا الليل وإحنا ليل الحين في الإسكندرية، هنشوف الحين ليل الإسكندرية شلون صاير. أنا الحين عند واحد من أهم المعالم السياحية في الإسكندرية، كوبري ستانلي. قهوة راي كوبري ستانلي من الأماكن الحلوة اللي الواحد يزورها بالإسكندرية، ممكن الواحد يتمشى ياخذ له شيء قاعد ياكل بالمكان هذا، المكان حيوي وايد حلو. اللي يحبون الأكل جايب لكم مكان بالإسكندرية، مكان جديد اسمه جليم باي، كله مطاعم وكافيهات. تعالوا خلينا نشوفه مع بعض.
اللي يبي يتنقل داخل مصر او من مدينه لمدينه انصحه بشركه جو باص. هذا باص وراي، انا الحين بالموقف مالهم، المكان وايد راقي، الباص جدا راقي، شو هاي ورا مثل سوبر ماركت، حمامات نظيفه هني، الباص من داخل في تلفزيون وفي له ابلكيشن ينزل سواء حق الايفون او الاندرويد. الباص وايد حلو، انصحكم انكم تستخدمونه. يعني شركة جو باص تعتبر من شركات الفي اي بي الراقية، فتجربتي وياهم كانت وايد حلوة، انصحكم تستخدمونها.